عندنا اليوم فيديو قديم ولكن للأسف عدو ظهر جديد. هذا الفيديو لأغنية ساكت ولا كلمة، وهو من روائع الطرب اليمني اللحجي الأصيل بصوت الفنان الراحل عبد اللطيف يعقوب، وهو من مواليد 1963، توفي رحمة الله عليه في عام 2017. وهذه الأغنية المميز فيها أنها بمصاحبة إحدى الفرق الفرنسية، والأغنية واحدة من أغاني الفنان القدير أحمد يوسف الزبيدي الذي هو من مواليد 1920 وتوفي رحمة الله عليه أيضا في عام 1991، وكلمات وألحان الشاعر محمود علي السلامي والمتوفي في عام 2013. خلونا نتابع احنا وانتم اذا هذا الفيديو الجميل للفن اللحجي ونعود. مميز صراحة، وهذا اللحن يمكن اللي خلى الفرقة الفرنسية انها تتفاعل كثير مع هذه الاغنية، مثل ما شفنا متفاعلين مع الكلمات، يمكن يكونوا مسجلين بكلماتهم عشان يعرفوا يقروها، ولكن عموما اللحن المميز للفن اليمني اللحجي وغير من الفنون اليمنية، ولكن الفن اللحجي هو فن مرتبط باعراسنا وبافراحنا، وما فيش عرس ما نغنش فيه فن لحجي، ما نغنش فيه وعالم حنا وعالم حنا. الكثير من الاغاني ايضا اللحجية الجميلة اللي منغنيها في أفراحنا مرتبطة بمدينة لحجة الجميلة. نعم، فيديو جميل صراحة، فيديو مفرح إنك تشوف هذا الفن اليمني وصل ل يعني بلدان أخرى في العالم. ومن قبل كان معنا فيديو أيضا لعالم فرنسي أعتقد اسمه كان جان لامبير، كان يتحدث عن الفن اليمني وعن الحميمة، هذه الأغنية الجميلة، وكان حافظ لهذه الأغنية واستمعنا لهذه الأغنية وتحدث عنها وعن الفن اليمني على إذاعة مونتي كارلو العالمية من فرنسا. نعم، الجدير بذكره نحن نقول لكم انه هذا الفيديو احنا اخذناه من صفحة البيت اليمني للموسيقى، هي تحية للبيت اليمني للموسيقى. صحيح. من كل طاقم البرنامج على المجهود اللي بيبذلوه انهم بيطلعوا لنا فيديوهات زي كذا قديمة، بيبذلوا ايضا جهد في انهم بيحاولوا انهم يدربوا الشباب ويعلموهم ايضا على الموسيقى وعلى الفن وعلى الآلات الموسيقية القديمة. نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ فؤاد الشرجبي ولكل العاملين على البيت اليمني للموسيقى. نعم، كمان احنا بنعرف اكثر حمير عن طريق هذه الصفحة، عرفنا اكثر عن الفن اليمني وعن فيديوهات واغاني وشخصيات يمنية جدا. صح. يعني كبيرة في الفن اليمني. نعم. كان معنا كثير من الفيديوهات من هذه الصفحة فعليا. نعم. تحية لهم يعني عن هذه الجهود. عافية.